السلام عليكم طلاب، في هذه المحاضرة محاضرتكم Human Circulating System اللي هو جهاز الدوران في جسم الإنسان أو ما يسمى طلاب الكارديو فاسكولار سيستم، الجهاز الوعائي القلبي، ويقصد به الجهاز الوعائي القلبي أي أنه يتكون من العضو القلب اللي هو كارديو، يرمز إلى بهذا المصطلح، والفاسكولار طلاب اللي هو الوعائي والأوعية الرئيسية في جسم الإنسان، تكون على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنواع تكون اللي هي الأرتريز اللي هي الشرايين، والفينز اللي هي الأوردة، والكابلاريز اللي هي الشعرات الدموية الصغيرة، بالإضافة إلى السائل المغذي اللي هو البلاد. بالنسبة لي وظائف أو مكوناتها مثل ما تعرفنا طلاب اللي هو الهارت والأرتريز والفينز والبلاد. أما الفانكشن طلاب وظائف الجهاز القلبي كالتالي، هي ترانسبورتيشن اللي هو يعتبر كوسيلة نقل، وسيلة نقل طلاب يمثل بهذه الوسيلة اللي هي البلد. البلد يعتبر ترانسبورت فيكل اللي هو مركبة النقل، فعن طريق البلد اللي هو السائل الموصل لجميع أنسجة وأعضاء الجسم، فيزودها بالعناصر الأساسية والمغذيات. أيضا من وظائف الجهاز القلبي هو كاريز أكسجين نيوترينت ويست أند هرمونز اللي هي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية بالإضافة إلى الفضلات والهرمونات. أيضا movement اللي هي provided by pumping of heart، أيضا الحركة عن طريق تقلص وانبساط أو نشاط الضخ بعضو القلب، يؤدي إلى تحريك وزيادة تدفق وسريان الدم خلال الأوعية الدموية. طلاب هذا المخطط يوضح أهم مكونات الجهاز الدوران، وهي كالتالي: إنه Human Circulatory System اللي هو الجهاز الدوران يتكون من ثلاث مكونات أساسية اللي هو Blood Vessels والHeart والBlood. Blood Vessels تكون على ثلاث أنواع، هي الArteries الشرايين، والفينز الأوردة، والكابلاريز الشعرات الدموية الدقيقة. أما بالنسبة للبلد طلاب اللي هو البلد يتكون من البلد سيلز اللي هي الخلايا الدموية زائدا البلازما. بالنسبة طلاب لي التأشير يكون التأشير على يعني الفروع أو الأسهم الثلاثة، تكون تأشيرها مو من البلازما، على البلد سيلز. الخلايا الدموية راح تكون على ثلاثة أنواع اللي هي ريد بلد سيلز اللي هي الخلايا الدم الحمراء، أو ما تسمى الإريثروسايت، وكذلك الوايت بلد سيلز اللي هي خلايا الدم البيضاء أو ما تسمى بليوكوسايت، وأخيرا البليتيليت اللي هي الصفيحات الدموية. مثل ما تعرفون أكيد أنه الصفيحات الدموية الوظيفة الأساسية لها هي تخثر الدم. هذا جدول الطلاب يوضح نوع الوعاء بالإضافة إلى وظيفة كل نوع. إذا تكون الأرتريز كوظيفة transport high pressure blood from the heart to smaller arteries and arterioles اللي هي وظيفة الشرايين، نقل الدم ذات الضغط العالي من القلب إلى الشرايين الصغيرة والشرينات. إذن الشرينات أو شرايين صغيرة. الشرينات طلاب كوظيفة connect arteries and capillaries، تربط الشرايين بالشعرات الدموية الدقيقة.
بالنسبة لي الفينس اللي هي الأوردة كوظيفة act as reservoir of blood and transport low pressure blood from venules to heart اللي هي كوظيفة تربط أو تعمل كخازن وللدم وتنقل الدم ذات الضغط الواطئ من الوريدات أو الأوردة الصغيرة تسمى بالوريدات إلى القلب. أما الوريدات كوظيفة هي connect capillaries and veins اللي هي تربط الشعيرات الدموية الدقيقة مع الأوردة. آخرا اللي هي الكابيلاريز اللي هي وظيفة الشعيرات الدموية الدقيقة allow gas exchange, nutrient transfer and waste removal between blood and tissue fluid اللي هي تسمح بالتبادل الغازات وكذلك نقل العناصر المغذية كما أنها تقوم بإزالة الفضلات الموجودة بين الدم والسائل النسجي. هذه الأنواع طلاب توضح بهذا الرسم اللي هي الأنواع الخمسة للأوعية الدموية. العضو الرئيسي بجهاز الدوران هو القلب اللي باللون الأحمر تكون هي الشرايين، ثم الشرينات اللي ترتبط بالكابيلاريز الشعيرات الدموية الدقيقة، ثم الوريدات أو الأوردة الصغيرة، ثم الأوردة، ثم ترجع إلى القلب. إذن الأوردة والوريدات اللي باللون الأزرق والشرايين والشرينات اللي تكون باللون الأحمر. بالنسبة للقلب راح نتعرف على أهم الأجزاء الموجودة بهذا العضو اللي هي structure and function of the heart. four chambers توجد لها أربع ردهات اللي هي الأذينين الأيمن والبطينين، الأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيمن والبطين البطين الأيمن والبطين الأيسر. إذن الأذينين والبطينين two on each side كل اثنين على جانب. بالنسبة للفانكشن طلاب اللي هي double circulation اللي هي كوظيفة للقلب أو وظيفة هذه الردهات هي تمثل كوظيفة للقلب اللي هي الدورات الدموية المزدوجة. وطلاب الدورات الموجودة في جسم الإنسان تكون على نوعين اللي هي بوليومناري بالنسبة للسيركوليتينج اللي هي الدورة الدموية الرئوية، والسيستميك والجهازية اللي تكون عامة على كل أجهزة الجسم. بالنسبة للأبر تشامبرز اللي هي الردهات العليا بما فيها اليمنى واليسرى اللي هي آتريا اللي هي الأذينين، والسينجل اللي هي المفرد للآتريا هي آتريام. إذا الآتريام هو الأذين الواحد. لور تشامبرز اللي هي الردهات السفلى تكون هي الفينتريكلز اللي هي البطينات، وتكون أيضا بما فيها البطين الأيمن والبطين الأيسر. dividing wall اللي هو median septum اللي هو الجدار المقسم أو الحاجز المنصف اللي موجود بين الأذين والبطين. تكون هذا الحاجز كوظيفة له هو الفانكشن له prevent mixing of oxygenated and deoxygenated
بلاد، اللي هي الوظيفة تمنع الاختلاط بين الدم المؤكسج والدم الغير المؤكسج. إذن تمنع الاختلاط بين الدم الحامل للأكسجين والدم الحامل لثاني أكسيد الكربون. بالنسبة لي أهم الوظائف الأساسية للقلب هي البومبينج أوف بومبينج بلاد أراوند ذا بودي إز ذا مين فانكشن أوف ذا هارت، هو ضخ الدم على طول الجسم اللي هي الوظيفة الأساس، تعتبر الوظيفة الأساسية للقلب. بالنسبة لي الوظيفة الثانية اللي هي sending deoxygenated blood to the lungs to be oxygenated، اللي هي أن تقوم بإرسال الدم الغير مؤكسج اللي هو الدم الخالي من الأكسجين إلى الرئتين لتقوم الرئتين بتحويله إلى مؤكسج. وكذلك الوظيفة الثالثة للقلب هي sending oxygenated blood to the whole body، اللي هي إرسال الدم المؤكسج إلى كل أجزاء الجسم أو كل أجزاء وأنسجة الجسم. بالنسبة لي الوظيفة الأخرى للقلب هي ensuring that oxygenated and deoxygenated blood do not mix، اللي هي السبتم. إذن هنا تعتبر كوظيفة للسبتم هو ضمان عدم اختلاط الدم المؤكسج من الدم الغير مؤكسج. preventing backflow of blood، اللي هو منع التدفق العكسي للدم عن طريق تراكيب مهمة جدا جدا في عضو القلب اللي هو الصمامات. الصمامات تعتبر طلاب كمنظم لسير الدم، عندما تكون عندما يوجد خلل في هذه الصمامات تؤدي إلى فشل كبير في عملية أو في وظيفة القلب. نتعرف أكثر على الأذينين والبطينين اللي هي آتريا. الآتريا تمثل the two upper chambers اللي هي الرتهات العليا الاثنين اللي تكون الاثنين اللي في أعلى القلب، ومن كوظيفة لها للآتريا للأذينين هي receive blood returning to the heart، تقوم بالتسلم الدم العائد إلى القلب، وكذلك pump to pump the blood into the ventricles، وبالتالي فإنها تقوم بضخ الدم إلى البطينين ويكون كجدران، كجدران تكون رقيقة، تحتوي على جدران رقيقة على عكس البطينين اللي تكون جدرانها سميكة. بالنسبة للventricles اللي هي البطينين وتمثل the two lower chambers اللي هي الرتهات السفلى الموجودة في تحت القلب، وتتسلم تقوم بتسليم receive blood from atria اللي هي تقوم بتسليم الدم، تسلم الدم من الأذينين، ثم بدورها تقوم ب pump the blood out of the heart، بضخ الدم خارج القلب. بالنسبة للجدران تكون contain thick muscular walls اللي هي تكون جدران عضلية سميكة. هذا الرسم طلاب يوضح تشريح قلب الإنسان اللي تحتوي على الأذينين والبطينين، وكذلك أيضا من خلال الأوعية اللي هي الشريان الرئوي اللي هي بوليومناري آرتري اللي هي الشريان الرئوي والوريد الرئوي، كذلك أيضا فيها العضلات القلبية المتواجدة بها. بالنسبة للطلاب لجدار القلب
كتركيب نسجي أو كأنسجة أو كأغلفة، تتكون من ثلاث أنسجة اللي بتركيبها تكون عضلة القلب، وهي كالتالي: اللي هي إبيكارديوم والمايوكارديوم والإندوكارديوم. أولاً الإبيكارديوم visceral layer of the serous pericardium، اللي هي تعتبر كطبقة داخلية تكون محاطة بالقلب من الخارج. أما المايوكارديوم اللي هو النسيج القلبي العضلي، ويكون كاردياك مصل layer forming the bulk of the heart، اللي هي تعتبر العضلة القلبية، الطبقة العضلية القلبية اللي تشكل كتلة القلب. بالنسبة لي النسيج الثالث هي الإندوكارديوم endothelial layer of the inner myocardial surface، اللي هي تمثل الطبقة الطلائية الداخلية اللي تحيط بالقلب من الداخل. In addition, fiber skeleton of the heart crisscrossing interlacing layer of connective tissue also makes up the structure of heart. بالنسبة أيضا توجد هناك طبقة ليفية تعتبر أو تمثل تنطي الهيكل الخارجي للقلب، والمتكونة من طبقة من الأنسجة الضامة. The circulatory system carries the two types of blood، اللي هو الجهاز القلبي يحمل نوعين من الدم، اللي هو اللي باللون الأزرق طلاب وباللون الأحمر. بالنسبة لي اللي باللون الأحمر oxygen rich blood، اللي هي blood traveling to the body cells و high oxygen content low كربون دايوكسيد كونتنت. من مواصفات هذا الدم هو الدم الغني بالأكسجين، وهو الدم اللي يذهب أو يكون باتجاه خلايا الدم، ويكون كمحتوى عالي من الأكسجين وواطئ من ثاني أكسيد الكربون. أما باللون الأزرق طلاب فهي أكسجين بور بلاد، اللي هي تكون الدم الفقير للأكسجين، والبلود ترافلينج away from the body cell، اللي هو الدم اللي يكون بعيد عن خلايا الدم أو خلايا الجسم، خلايا الجسم ولو أكسجين كونتنت، اللي هي تكون محتواها قليل من الأكسجين وهاي كربون دايوكسيد كونتنت، اللي هي يكون عالي كمحتوى يكون عالي من ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للبلد سيركوليشن، اللي هي الدورات الدموية الموجودة في جسم الإنسان، تكون نوعين، اللي هي there are two types of circulation in human body، هناك نوعين من الدورات الدموية متواجدة في جسم الإنسان، وهي كالتالي: pulmonary circulation و systemic circulation. خلينا نشوف طلاب شنو الفرق بين النوعين. بالنسبة لي النوع الأول اللي هي pulmonary circulation، اللي أو تسمى الدورة الدموية الرئوية أو الصغرى، لأن اقتصارها راح يكون بين القلب والرئة فقط، بين الرئة والقلب فقط، اللي هي oxygen poor blood is bombed in two lungs and oxygen rich one is brought back to the heart، اللي هي الأكسجين الفقير أو يكون الدم الغير مؤكسج يضخ إلى الرئة
وتقوم بإعادته أو تقوم بتحويله إلى الدم المؤكسد لتقوم بإرساله إلى القلب. أما systemic circulation اللي هو الدورة الدموية الجهازية أو تسمى بالكبرى الجهازية لأنها تمر على طول الجسم، والجهازية إلى كل أجزاء الجسم. الأكسجين rich blood is bombed into body parts and contaminated blood is brought back to the lungs. اللي هي الأكسجين الطلاب المؤكسج أو الغني بالأكسجين يضخ إلى كل أجزاء الجسم، أما الدم الملوث فإنه يعود إلى الرئتين، وكالتالي راح تعيد وتعاود الدورة الدموية الرئوية. الصورة هذا الرسم طلاب راح يوضح لنا الدورة الدموية الرئوية والدورة الدموية الجهازية. ناخذ هسه الدم ومحتوياته اللي هو composition of blood. كمحتويات طلاب whole blood كل الدم يتكون من جزئين، يعني اما تكون بلازما ومحتوياتها او formed elements اللي هي العناصر المكونة. العناصر المكونة يعني اما تكون عناصر صلبة تمثل كريات الدم، والعناصر السائلة اللي هي تمثل البلازما. بالنسبة لي الformed elements اللي هي العناصر المكونة تكون على ثلاثة انواع، اللي هي الإريثروسايت اللي هي تمثل الريد بلاد سيلز اللي هي كريات الدم الحمراء، والبليتيليتز اللي هي صفيحات الدموية، واليوكوسايت اللي هي كريات الدم البيضاء اللي هي وايت بلاد سيلز. والكريات الدم البيضاء تقسم إلى مجموعتين اللي هي غرانيولوسايت و أغرانيولوسايت، إذن الحبيبية والغير حبيبية. بالنسبة للحبيبية غرانيولوسايت طلاب اللي هي نيوتروفيلز والباسوفيلز والإسينوفيلز اللي هي الحامضية والمتعادلة والحامضية والقاعدية. أما بالنسبة أغرانيولوسايت اللي هي الغير حبيبية وتكون على نوعين اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت، الليمفوسايت الليمفاوية والمونوسايت اللي هي الخلايا الوحيدة. أما بالنسبة طلاب إلى البلازما فتتكون من المكونات الآتية اللي هي الأمينو أسيد والنيوترينت والبروتينات. الأمينو أسيد اللي هي الحوامض الأمينية، نيوترينت العناصر المغذية، البروتينات والنيتروجينس ويست اللي هي الفضلات النيتروجينية والإلكتروليتات والغازات. بالإضافة لأنه البروتينات تقسم إلى ثلاثة أنواع اللي هي الألبومين والفايبرينوجين والجلوبيولين. بصورة أوضح كمحتويات للدم أو كمحتوى للدم اللي هي هنا بالتيوب اللي تكون centrifuge blood sample، هنا تكون عينة من الدم اللي معزولة بواسطة الطرد المركزي. توضح هذه المحتويات وهي كالتالي اللي هي الإرثرو سايت طلاب اللي هي ريد بلاد سيل مثل ما ذكرنا، انه كريات الدم البيضاء كريات الدم الحمراء العفو، وتكون عددها من 5 الى 6 مليون، وكوظيفة اللي هي ترانسبورت اوف اوكسجين اند كربون دايوكسيد اللي هي نقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. اما بالنسبة لكريات الدم البيضاء اللي هي الوايت بلاد سيلز اللي هي اليوكوسايت نسبة في جسم الإنسان من 5000 إلى 10000، وكوظيفة لكريات الدم البيضاء اللي هي defense and immunity وظيفة دفاعية ومناعية، إذن تقوم بأكيد مهاجمة الأجسام الغريبة والممرضات والملوثات اللي تدخل إلى جسم الإنسان. مثل ما ذكرنا أن كريات الدم
البيضاء تكون يا أما الحامضية وقاعدية والمتعادلة، وكذلك اللمفاوية والوحيدة. بالنسبة للبليتيليتز اللي هي الصفيحات الدموية وعددها 250,000 إلى 400,000، ويكون كوظيفة اللي هي بلاد جلوتينج اللي هي تخثر الدم. هذا الرسم طلاب يوضح كنسب الدم أو نسب مكونات الدم. بالنسبة لمكونات الدم تكون أكثر نسبة للبلازما اللي هي 55%، والنسبة الأخرى هي الريد بلاد سيلز اللي هي كريات الدم البيضاء، أما وتشكل 44%، أما 1% هي الوايت بلاد سيلز أند بليتيليتز اللي هي كريات الدم البيضاء والصفيحات الدموية. هذا المخطط الطلاب يوضح مكونات البلازما وأهم وظيفة لكل مكون. بالنسبة للووتر طلاب اللي هو liquid portion of blood acts a solvent and suspending medium for components of blood absorbs transport and released heat اللي هي يكون كجزء يكون سائل للدم اللي يعمل كوسط مذيب لمحتويات الدم، ويقوم بامتصاص ونقل وتحرير الحرارة. بالنسبة للبروتينات طلاب اللي هي exert colloid osmotic pressure which helps maintain water balance between blood and tissue and regulates blood volume اللي هي تساعد بحفظ توازن الماء وبين الدم والأنسجة، وكذلك حفظ حجم أو تنظيم حجم الدم. الألبومين smallest and most numerous blood plasma proteins produced by liver transport protein for several steroid hormone and for fatty acids. إذن هي عبارة عن بروتينات بلازمية للدم تكون صغيرة ومتعددة تنتج بواسطة الكبد، وتكون وظيفتها تقوم بنقل البروتينات والهرمونات الستيرويدية المتعددة وكذلك الحوامض الدهنية. الجلوبولين اللي هي produced by liver and plasma cells which develop from B lymphocyte antibodies help attack virus and bacteria. Alpha and beta globins transport iron, lipids and fat soluble vitamin. اللي هي الجلوبينات انه تكون تنتج ايضا بواسطة الكبد والخلايا البلازمية، وتساعد في تطوير او تكون مشتقة او متطورة من الخلايا اللمفاوية نوع بي اللي هي تساعد على الهجوم واقتحام وتدمير الفيروسات والبكتيريا، وكذلك نوع الجلوبينات اللي هي الفا وبيتا تقوم بنقل الحديد والدهون والفيتامينات الذائبة بالدهن. الفايبرينوجين طلاب اللي هو وظيفته تكون produced by liver اللي هي تنتج بواسطة الكبد، و plays essential role in blood clotting اللي هي تلعب دور أساسي في تخثر الدم. بهذه المحتويات انتهت محاضرتكم طلاب، موفقين إن شاء الله.